صباح النور مشاهدينا، ومرحبا بكم في هذه الحلقة المباشرة والجديدة من برنامجكم الصباحي واليومي مورنينغ رياضي، اللي كيف العادة كنناقش من خلاله مستجدات الرياضة الوطنية وكرة القدم المغربية. وكيف ديما كيحضر معنا سفيان علودي. سفيان صباح النور. صباح الخير سي خالد. صباح الخير سي اسامه. صباح الخير عليكم. يوم جميل، يوم سعيد للكل ان شاء الله بحول الله. بخير صافا الحمد لله. مزيان اليز ما نعش مزيان الحمد لله. تعرفني انا ما كنعش مزيان، كنكون لادريالين تيطلعت، كنكون نشيط ومزيان السي خالد. كتوصل 4 كتوصل 4 ودوتش عليا البوله ديال البدري كيبدا يسالي. صباح الخير عليكم. صباح الخير عليكم. كلشي مزيان الحمد لله. الحمد لله ونشكره. الحمد لله في امان الله. كلشي هو هذاك. نحمد الله ونشكره. ونبداو مشاهدينا بحديثنا على المستجدات ديال الفرق الوطنيه. اليوم الحلقه فهي غتكون مخصصه لفريق الرجاء الرياضي، فريق الرجاء الرياضي اللي المكتب المديري ديالو برئاسه رئيس رشيد الاندلسي فهو جالس اللاعبين ديال الفريق يوم امس، وبالتالي فتمكنوا باش يخرجوا الى حل لتسويه الوضعيه داخل الفريق وصرف جزء من المستحقات للاعبين. اللاعبين فهما قرروا بدورهم وبادروا بتعليق الاضراب ورجعوا للتدريب ديالهم، ويوم امس فهما خاضوا حصه تدريبيه طبعا استعدادا للسفر الى ايطاليا اليوم من اجل مواجهه فريق ايس روما يوم غد السبت. نبداو علودي، فريق الرجاء الرياضي يوم امس كانت جلسه ما بين اللاعبين ديال الفريق وما بين المكتب المديري للنادي برئاسه رشيد الاندلسي، الخروج بحل لهذه الازمه اللي شفنا في الايام الاخيره. فاللاعبين كانوا مقاطعين التدريب، يوم امس اجتمعوا مع الرئيس ومع المكتب المديري وخرجوا بتسويه الوضع داخل الفريق، وبالتالي رجعوا للتدريب ديالهم. الحمد لله انهم رجعوا للتدريب لانهم مقبلين على واحد جوج ديال المباريات اللي مهمه، مباراه وديه اللي كتبقى بالرمزيه ديالها والتاريخيه ديالها والتاريخ ديال الفريقين وحتى القيمه ديال الفريقين. ما مسموحش فريق الرجاء الرياضي انه يظهر بواحد المستوى اللي باش ماشي هو ذاك كيف ما تنقولوا. الاختيار ديال روما ولا لايس روما الفريق الرجاء الرياضي ما جاش من عباس، ما جاش غير بالصدفه، فهو اختار وعرف شنو اختار. يجب على فريق الرجاء الرياضي واللاعبين ديالو في يوم المباراه ولا اثناء المباراه يكونوا في لاوتور، يكونوا على لاوتور دونك على حسن الثقه اللي دارت فيهم، ويشرفوا راسهم بالدرجه الاولى، يشرفوا النادي ديالهم ويشرفوا الجماهير المغربيه. ناهيك على المباراه النهائيه نهضروا عليها في الوقت ديالها ان شاء الله من بعد. المهم هو ان الحل طلقها، سالت سوء تفاهم، ما نوصلهاش للمرحله ديال الازمه، وانما سوء التفاهم اللي كان واقع بين المكتب المسير واللاعبين بسبب المستحقات ولا الطريقه ديال صرف المستحقات. دونك لقاو حل، هو هادشي اللي هضرنا عليه البارح، قلنا خصو يتلقى في اقرب وقت، يعني في ظرف في هاد اليومين هادي 48 ساعه خصو يكون يتلقى حل. صحيح. لان بدايه الموسم استعدادات، ف لان ملي دار هادشي بدا كيكثر القيل والقال، ما بقاتش مساله ديال 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 المستحقات ولا داخلين فيها ولا اصحاب الحسنات كيف ما تنقولوا. دوك اصحاب الحسنات ودوك اللي كيموتوا كيكون القوت ديالهم من المشاكل ديال الفراقي والمشاكل ديال الناس اللي كيبغي وي علودي، وكاين اللي كيبغي الفريق وكيبغي النادي، ولكن بعض المرات كينساق وراه القوت ديالو، القوت طرف الخبز ديالو كاين من هادشي، شي حاجه عاديه طرف الخبز ديالو كاين من هادشي هذا. دخلوا فيها بلي اللاعبين ما بغيش المدرب، دخلوا فيها مجموعه من الحويجات اللي دخلات، باللي دخلوا فيها باللي راه كاين شي رئيس جاي باغي يترشح هو اللي داير هاد المشاكل هادي وحرض اللعابه بحال هاد اللعابه راه في عمرهم 7 سنين. جاب لهم كوجاك صغيره فانيده وشوكولا، ديك الشوكولا ديك دير 4 دريال وعطاها ليه، قال لي هاك سير ضرب الرئيس. شويه ما تبانوش صغار كاع لهالدرجه، ما تبانوش ما تقزموش راسكم لهذا النيفو هذا كامل كاع لهذا الفريق. والله العظيم الا كاينين شي، شوف قسما بالله اخويا خالد، الا كاينين شي مقالات قريتهم جابوا لي الضحكه من العناوين ديالهم، جابوا لي الضحكه قسما بالله العلي العظيم، الا جابوا لي الضحكه. شويه نرتقي وشويه حتى واخا يكون المشكل، كاين المشكل كاين يتحط بواحد الطريقه اللي تكون معقوله. كاينين شي حويجات اللي ما خصهمش، الحسابات الشخصيه ما بقاش نديروها، ما بقاش نديروها. لا انا عندي معك حساب شخصي خالد، واش نبقى ندقدق فيك؟
يعني ماشي بحال هكا، ماشي بحال هكا، يعني ما تنساش بلي ليا مرات الدوره. وي غيجي واحد الوقت تقدر تحتاج هذاك اللاعب، ما تحتاجوش هذاك اللاعب تقدر تحتاج اي واحد كيف ما بغى يكون. ما نهضروش حنا على اللاعب، تقدر تحتاج شي حاجه في حياتك وما تلقاش اللي يوقف معك عليها، ما تلقاش اللي يوقف معك حتى بالنصيحه، لان ديجا غادي تكون انت اديتي شحال من واحد. فالحمد لله تلقى الحل، الحمد لله دابا راه الازمه تحلات، اللاعبين رجعوا للتدريب ديالهم. شكون اللي ولا خايب من هادشي كامل؟ انت اللي وليتي خايب من هادشي كامل، هما راه تصالحوا بيناتهم، راه رجعوا للتدريب والامور غادا مزيانه، ولكن انت داكشي اللي درتي اللي غيبقى، ما غيتنساش، داكشي اللي درتي اللي ما يتنساش. دونك يجب التفكير ماليا في الحاجه قبل ما قبل ما تكون شي خطوه، ولا ما تكون شي خطوه، لان الانسان خصو يفكر بلا حساب. دونك علاش ما كتكلمش على فهد؟ نتمناو يكونوا تحضيرات جيده للاعبين، نتمناو الفريق يدخل المعسكر بمورال مزيان. وي كيف ما عفوا الحمد لله رحمك الله، هذيكم يصلح بالكم. قلت لك خويا خالد، نتمناو تكون بدايه موسم موفقه. شفنا الانتدابات بداو كيبانوا في فريق الرجاء الرياضي، غنهضروا عليهم دابا شويه مع الموضوع. فنتمنى تكون الاضافه، نتسناو انتدابات اخرى جايه في الطريق ان شاء الله بحول الله. الانتدابات جايه وازنه للفريق الرجاء الرياضي، ما نصبقوش لحدا، غادا تجي في الوقت ديالها. يعني والبارحه اللودي دوينا باللي مثلا بحال فريق الرجاء الرياضي اللي ما غيقدرش يدير حل لهذه الازمه هذه، فهو يحط الامور كيف ما هي ويبان. ولكن راه حتى الناس اللي مثلا ما كندوش دابا على الناس اللي كاينين في المكتب، حتى الناس اللي كاينين خارج المكتب والناس اللي من المحيط ديال النادي، اللي ما عندوش حل لهذه الازمه هذه، من الافضل يبعد ويخلي الفريق بلا داك الصداع وبلا داك التشويش. داكشي اللي شفنا البارح، شي حوايج شفنا البارح راه في هاد ثلاث ايام ولا ربع ايام، والله العظيم الا شفنا شي حوايج اللي تضحكوا، والله الا حشومه شفنا شي حوايج اللي تضحكوا. والغريب في الامر انهم تينصبوا راسهم للتراجاويت. حلوا الازمه وحل الازمه واخا غير بالكلمه الطيبه، ما تزيدش انت تشعلها اكثر ما هي شعله. دونك نتمناو ان هذا الشيء هذا يتخاذ بعين الاعتبار في مستقبل الايام، لان وكاينين حتى ناس، بلاش اسمح لي علودي، كاينين حتى ناس اللي ربما كيستغلوا غضب ديال واحد الناس اخرين اللي كيبغيو النادي مثلا. في لحظه ديال الغضب الانسان ما كتعرف شنو يقول، فهمتيني؟ هذاك الشيء يجيو هما كيشعلوها وزيدوا سرب وعطيو واش قالوا، واش فهمتي؟ هذا هو المشكل، هذا هو المشكل. دونك ما نبقاوش ندخلوا في هذا الشيء هذا. انا نتمنى ان اي رجاوي كيف ما بغى يكون، ولا اي واحد كينتمي ولا عنده انتماء لشي فريق، انه ما يدخلش في حاله شي خالد. الا ما عرفتش كيفاش ندير او ما عنديش حل لواحد الازمه كيمر منها الفريق، نبعد ونهز يدي حسن ما نبقى نبقى غير داوي. خليهم هما يحلوا المشكل، ارجع انت تفرج الا ما قديتيش. هذاك الشيء اللي قلت لك. وي شجع الفريق ملي يكون في الملعب وتسخر الله. شي حوايج ما عرفتش سفيان. الصديق كيسول واش زنيتي سينا؟ مازال ما سيناش، مين اكد لك انه هو باغي زنيتي في الرجاء، زنيتي ما عنده فين غادي، زنيتي في الرجاء. تلاقيت معاه مؤخرا، اكد لي ان تكون كما بغات تكون الظروف ديال الرجاء فهو غادي يلعب في الرجاء. وي يعني هذا عنده رغبه، قلت لك هذاك الشيء اللي قال لي تلاقيت معاه بالصدفه مؤخرا، هي بالصدفه. كنت نشري في النعناع ياك السي، هو كان كيشري في الخبز ومزيان وبالصحه والراحه. قلت لي انت دابا عندي النعناع وانت عندك الخبز، نديرو شي براد شي براد، ضحكنا شويه وهذا وصافي. وبالحرف سولته بالحرف فين وصل داك الشيء ديالك مع الراجل. قال لي غير نتسناو هاد الفتره هادي تدوز تقاد، لاعبين ياخذوا كل شيء، ياخذ رزقه، وانا راني غادي نلعب في الرجاء. قال لي يعني حتى ما زعما كاين ما يكون حتى ريال كاع، ما يكون والو، غادي نسيني ونبقى. قال لي انا لقيت راسي هنا، دارنا هادي. دونك بالعربيه تعرفت باغي يلعب في الرجاء، يعني محسوم الامر ديال زنيتي. زنيتي اكيد فهو واحد من العناصر اللي عطات الشيء كثير لفريق الرجاء الرياضي وفرق اخرى من قبل، كالجيش الملكي، فريق المغرب الفاسي. ففريق الرجاء الرياضي منذ المجيء ديال انس زنيتي، فزنيتي لقى داك الشيء اللي بغى في فريق الرجاء، والرجاء كذلك لقى داك الشيء اللي باغي في الحارس ديال المرمى انس زنيتي.
انا قلت لك يا خالد بلي داك الشيء اللي كانت تقلب عليه الرجاء منذ الرحيل ديال مصطفى الشاذلي، داك الشيء اللي كانت تقلب عليه فهو لقاته في انس زنيتي، وانس زنيتي حتى هو منذ الخروج ديالو من المغرب فاسيف هو لقى راسو فريق الرجاء ديال الرياضي رجع للمستوى ديالو لقى راسو في المنظومه في المنظومه ديال الرجاء، فما كنظنش انه غادي من بعد هاد السنوات هذه فهو غادي يغادر البيت راه في ظل المطالبه من المكتب لا من الجمهور. كتكون بعد مرات عندك انت رغبه انك تبقى، ولكن تيكون المكتب ما باغيكش او الجمهور ما باغيك. هنا الاطراف الثلاثه راه متفقه على انه يبقى، دونك غادي يبقى. وي مزيان ملي كتشوف بحال هكا حارس فهو ما نساش كما تنقولوا ما نساش هذيك العشره وديك المده ما بينه وما بين فريق الرجاء ديالو فريق الرجاء الرياضي. كنتمنوا الامور تمشي في الاتجاه الصحيح وانس الزنيتي يكمل مع فريق الرجاء الرياضي. سمح لي خالي تنقرا واحد التعليق شي حاجه تنقرا واحد التعليق من قبيله تسريب منخرط سب الحافظي ما فهمتش شنو راه مو هذاك الشيء اللي دوينا عليه قبيله. انا ما هضرش كاع على هذا الشيء بعدا انا اصلا باسكو ما عرفتش شنو كاين. كاين شي محادثات ديال الواتساب يوم امس وداك الشيء سربوا المهم شي جروب ديال المنخرطين كذا ما كذا ما علينا. شي واحد سب هذا الشيء اللي تقال على هذاك الشيء ما عرفناش حنايا. جو سي با الا كان شي واحد في الاخوان سمع شنو قال يقولوا لينا الا بلا بلا الا كان شي سب اللي خارج على الحياه وشي حاجه ما يكتبوا لينا يدير لينا نقاط لا باش حتى حنا نعرفوا شنو كاين بلاش وهاد خينا هذا اللي سب نحطوه في لا شوف تحطوه كلشي كيبدا في الوضع ديالو ونحطوا ليه الا ما عندوش المرايه في الدار نحطوا ليه وجهه في المرايه نوريه وجهه في المرايه بلاش هو كلشي كيبدا من الصفر. الاغلبيه ديال اللاعبين ديال كره القدم سفيان فهم كيبداو من وضعيات صعبه ما كاينش شي واحد اللي بدا من الفوق اللي بدا من الفوق القباه ندير ليه علاش بدا من الفوق ما عندوش لا شي افتخار براسو هذا هو اللي كيقول كان ابي اللي كيجيو القباه دار شي حاجه وهو ما تيدير حتى شي حاجه ديالو هذيك هضره اخرى. اللي كيجي من تحت ويبدا من الصفر هذاك كتحترمه وإلا كنتي انت بديتي من الصفر ما كاينش علاش تبدا تسب شي حد اخر. صحيح انا ما عرفتش بالضبط اشنو مي المهم نشوف حتى نعرفوا ما نبداش نداوي باش داوي خاوي كيف ما نتجاوزوا هذه القضيه هذه. اللاعبين ديال فريق الرجاء الرياضي يوم امس القائد محسن متولي شفت ستوري ديال باسم جميع اللاعبين ديال فريق الرجاء الرياضي والمكونات ديال الفريق وقال السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وبعد نحن لاعب الرجاء الرياضي البيضاوي نخبر جميع الشعب المغربي عامه وجمهور الرجاء البيضاوي خاصه ان كل مكونات الفريق مركزين ومتعاهدين على تشريف المملكة المغربية في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال أي البطولة العربية وذلك لما يحمل الاسم من دلالة وعز وافتخار في نفوس جميع المغاربة وسنعمل كل ما في جهدنا للفوز بالكأس الغالية تشريفا للكرة المغربية وأكبر وسام سيناله النادينا الكبير في تاريخه راجين من الله التوفيق. برافو هذا جواب واحسن جواب على مجموعه من الحويجات اللي كانت قالت وي مؤخرا مجموعه من الحويجات اللي كانت قالت مؤخرا ان شوف انا شوف لا شي حوايج راجو متولي دار النقابه حفيظي دار النقابه لا شوف باش نكون واضح شكون اللي بغيتي يهضر دابا باش نتفاهموا هذا ما يمكنش الاداره لا غير بلاتي غير باش نكونوا فاهمين الفريق فيه 30 لاعب الفريق فيه 30 الفريق فيه 20 الفريق فيه 24 لاعب قرروا هذوك اللاعبين انهم ما يترينيوش حتى ياخذوا المستحقات ديالهم واش 20 لاعب غيمشيو يهضروا مع رئيس راه هذه مسؤوليه ديال الكابيتان ديكيب مسؤوليه ديال عميد الفريق او ديال عمداء الفريق اللي هما باينين على رؤوس الاصابع باينين حفيظي محسن الاول زنيتي الحفيظي هادو هما القدام في الفرقه بطبيعه الحال هما اللي غيمشيو يهضروا شكون غيمشي يهضر على هادشي يمشي يهضر فرح شكون غيمشي يهضر غيمشي يهضر الزريده غيمشي يهضر مذكور غيمشي يهضر سبول ولا سكحه هادو هما اللي غيمشيو يهضروا هادو باقي جداد كيف ما في فتره من الفترات
كان الحافظي ومحسين ما كانوش هما اللي تيهضروا، كان امير الرباطي، كان جريندو، كان 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 سيمو والحاج، كانوا اللاعبين اللي سبقوهم. شي حاجه اللي باينه، شي حاجه اللي بديهيه، ما كاينش علاش نبداو نقولوا هادو داروا نقبه، هادو ما داروش نقبه، هادو ما عرفش داكشي، هادو راه واش فهمتي دابا الميساج اللي بغيت نوصل لك؟ راه شي حاجه عاديه، راه حتى 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 في مباراه كره القدم، مباراه كره القدم راه كاينه كابيتان واحد، ما كاينينش سته، كاين غير كابيتان. وعلاش عاطينو الكابيتان هذاك؟ دير النقابه باش يهضر باسم اللاعبين، وفي رقعه الميدان يهضر باسم المدرب. هذا هو الدور ديال 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 اللاعبين. باش تجي تقول النقابه، من حقك تقول النقابه، ولكن باش تجي تقول على حفيظي باللي راه جاي من تبنيت، الا كان هذا ميساج موجه لي. جدي كان بناي وافتخر ان جدي كان بناي، تبني حتى شنو فيها؟ حفيظي جاب صنداله الميكا، عادي ان حفيظي يجيب صنداله الميكا. انا جيت للرجاء ولعبت بصباط مقطع، وامير الرباطي اللي عطاني صباط، وافتخر، نفتخر براسي اني جيت بصنداله الميكا، ولا نفتخر بحفيظي انه جا من تبنيت. ولكن دار سميه في المغرب، حتى وليتي كتوقف قدام باب تيران الرجاء وتصور معاه انت بيدك، وتصورتك توريها لعائلتك اللي لاباس عليهم، اللي ما كانوش كيديروا تبنيت. نتحداه انا هذا المنخرط هذا، انه عنده تصاور مع حفيظي وراهم لعائلته اللي كيفتخر بها، ما كانوش كيديروا التبنيت. نتحداه انه كان في يوم من الايام كيفتخر بالحفيظي اللي جاي من التبنيت، وجايب صنداله الميكا ديال 5 دراهم، وانت اللي كتلبس الصنداله ديال 3000 درهم. نتحداها تمشى انت وياه في الزنقه، الناس يتصوروا مع حفيظي وما يسلموش عليك، انت ما يعرفوكش. واش كاين واخا تكون طبيب جراح؟ هذا هو الفرق بينك وبين بينك وبين حفيظي. الفرق اللي بينك وبين حفيظي ماشي في التبنيت ولا صنداله الميكا، في الترابي. الفرق اللي بينك وبينه في الترابي. الحفيظي ما عايركش وانت خرج شعيرتي، ولكن ملي خرج شعيرتي ما عاودش جاوبك بالمعيور. هذه الترابي ديال تبنيت، الترابي ديال المغربي الاصيل، ماشي الملقم، حيت هذه ماشي في عين المغاربه هذه اللي درتي. المهم هذه هي رساله وصلت عليه، باش يكون واضح، باش يكون. ونتمنى ان اصحاب الحال يوصلوا عليه. حنا كنتمناو هذه الامور، نتمنى ان اصحاب الحال، لان هذا يثير الاشمئزاز. هذا سميتو الاشمئزاز، يثير الاشمئزاز ديال 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 الواحد وديال. ملي كنجيو كنهضروا على، ملي كنجيو تنهضروا خالد على 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 العنصريه، دي العنصريه هذه، واش هذه ماشي عنصريه؟ دي واش ماشي عنصريه؟ حفيظي راه ضرب تماره باش يوصل لهذاك النيفو. وي حفيظي راه ضرب تماره باش يوصل لهاد 500 مليون اللي انت تتهضر عليها، راه ضرب تماره باش يوصل لها. انت راك فقتي واحد النهار ولقيتي معلقه ديال الذهب في فمك. كاين فرق، كاين فرق في الترجليت، ماشي التراجويت، الترجليت كاين فرق. ميساج واضح. حنا كنتقول على تقول على الدري، باش تقول على الدري تبنيت، انا جدي كان بناي وافتخر ان جدي بناي. تبنيت شنو مال تبنيت؟ ماشي خدمه بلا تبنيت كره كندير الباشكو في راسك. شوف كندرك به علودي، اي مهنه شريفه قد حيت هذاك البناي، حيت هذاك البناي، حيت هذاك البناي هو اللي بنى لك ديك الفيلا اللي كتفتخر بها انت. هذاك البناي شوف اي مهنه شريفه كتدخل طاب ديال الخبز الحلال علودي، خصنا نحترموها وهذا الشيء اللي كاين. كنتمناو هو شوف كنتمناو اكيد هي غتكون ساعه ديال الغضب، كنتمناو هو يراجع نفسه ويراجع الامور اللي قالوا، اكيد غيلقى راسو غلط وغيقدم اعتذار اكيد. علودي باش نمشيو نبقاو دائما مع فريق الرجاء الرياضي، ونمشيو للتعاقدات ديال الفريق. يوم امس كان الاعلان من طرف المكتب المديري ديال نادي الرجاء الرياضي برئاسه رشيد الاندلسي، مساء امس كان الاعلان على اولا تجديد مع الياس الحداد، وفي تجديد مع الياس الحداد، موسم طريق تجديد مع انس الزنيتي. انس الزنيتي نبداو بالياس الحداد. الياس الحداد والاهميه ديال هذا التجديد هذا في هذه الظرفيه هذه. شفنا الياس الحداد في السنوات الماضيه، فهو جاء من فريق الجيش الملكي، صبر على راسه، كان الدفاع فيه سند الوفلي وفيه بدر بانون. بدر بانون شفنا المستوى والنيفو الكبير اللي كان كيقدمه مع فريق الرجاء الرياضي، مشى بدر بانون. شفنا الدفاع مروان الهدهودي، من بعد بدر بانون مروان الهدهودي، سند الوفلي هذاك التراجع في المستوى كان اجتهاد بالتوازي معاه. باش نكونوا واضحين،
باش نكون واضحين، إلياس الحداد قدم مباريات في المستوى العالي، جات شي مباراه ولا جوج اللي كان خارج التغطيه كما تقول شي عادي، هادشي تيوقع، هادشي تيوقع حتى بدر بانو بالقيمه ديالو راه شفناه في مباراه من المباريات كانت ماشي ديما غتكون، ماشي ديما غتكون في الفورما، ماشي ديما، ولكن ولكن باش نعطيو لكل واحد الحق ديالو، مروان الهدهودي تطور ملموس داخل داخل الكتيبه ديال ودغيا تادابط ولد الفرقه ما غاديش ياخذ وقت، عارف الخبايا، عارف شنو كاين، الزملاء ديالو كلهم تيعرفوه، اغلبيه اللاعبين لعبوا معاه في المنتخب المحلي، لاعب ماشي جديد على على على, على البيت الرجاوي، ماشي جديد، دونك عارف يعني عنده اصلا لادين، عنده لادين ديال 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 الرجاء، كيبقى في الدفاع، كان 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 في فتره من الفترات ما كنشوفوش ذاك التفاهم اللي تيكون، علاش؟ لانه ما لعبيش مع بعضياتهم بزاف، كان سند تيمشي تيجي الحداد، تيمشي الحداد، تيجي صميله، فهمتي؟ ما كانش ذاك الثنائي اللي مي الحداد، وشفنا الثنائيه ديال الحداد الهدهودي بدات بشكل كبير في مجموعه من المباريات، وكانت مباريات حاسمه ومباريات اللي كبيره وكبيره بزاف، وقدموا مستوى، راه شفنا على غير النهائي مجموعه من المباريات اللي اداو فيها بواحد الشكل اللي طوب، كانوا في المستوى المطلوب كيف ما تنقولوا. انا جيت سعيد الإلياس الحداد انه يضيف موسم شانه شان انا زنيتي الحداد لقى راسه في فريق الرجاء الرياضي رغم انه ما كانش كيلعب بزاف، فهو لقى الريتم، لقى راسه داخل الرجاء، محبوب من الجماهير الرجاويه بدون استثناء، حيت عمره وما خرج منه لعيب. لا شوف ما حافظي عمره خرج منه لعيب، وي حافظي ما خرج منه لعيب، لا انا شوف نيتي عمره خرج منه لعيب، لا مجموعه من اللاعبين ما عمرهم خرج منهم لعيب، ولكن اللي مهم في الياس ان الياس ما يقدر العام كامل ما يلعبش، ورده الفعل ديالو في كرسي الاحتياط تكون اقوى، والفرحه ديالو كيف ما تنقولوا تكون اقوى واحسن من اللاعب داخل رقعه الميدان، داخل لاعب تيلعب، شانو شان تندوف تندوفت نفس الفرحه، ما داش الميداليه ولكن فرحان بالانجاز، نفس الشيء بالنسبه لإلياس الحداد، كتحس به فرحان لصحابه اكثر ما فرحان لراسو، اكيد اي واحد تيبغي يلعب شي حاجه اللي عاديه، ولكن كتحس به، شفنا الغيره ديالو على الزملاء ديالو على الفريق ديالو في مازيمبي، توقف فيها كاع، كان توقف فيها الدفاع ديالو على 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 الفريق ديالو على الزملاء ديالو، شفناه مجموعه من المباريات اللي ما كانش يكون تيلعب، ولكن الفرق فين كاين؟ ملي تيدخل كان السيد كان تيلعب. تنحش بداك الفرق الكبير اللي من الناحيه ديال الناحيه ديال انه ما كانش يلعب ولا، هذه هي الميزه اللي كاينه في الياس الحداد، كان يجب ما نقولش تكريم ولكن يستحق انه يتم التجديد معاه الموسم اضافي، انا جيت سعيد ليه، فرحان ليه، مبروك عليه، برافو عليه بعد على الاداء اللي قدمه على الموسم الرائع اللي دار مع فريق الرجاء الرياضي، وهنيئا الرجاء بهذا اللاعب هذا. وي هنيئا الإلياس الحداد والفريق الرجاء الرياضي بهذا التجديد هذا، كنتمناو الياس الحداد يكون عند حسن ظن جماهير الرجاء وكذلك اداره النادي. دائما مع التعليق ديالكم مشاهدينا، ليدو سؤال لسفيان، سؤال لك سفيان علودي، كيفاش كتشوف الدفاع حاليا ديال الرجاء؟ الحداد، الهدهودي، الناهري، نعيم، مازال خاص يزيدوا ولا كافي المنافس؟ الهدهودي غنخليه بلاتي ما غندوش عليه دابا، كيف كتشوف انت دابا الدفاع ديال فريق الرجاء الرياضي سفيان؟ باقي خاص 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 يكون شي مدافع وسط ميدان، دابا في وسط ميدان، مدافع وسط ميدان، وسط دفاع، وسط دفاع ما جاتش كاع، مدافع وسط ميدان يكون مزيان ما جاتش، وسط دفاع كاين الهدهودي، كاين الياس الحداد، وكاين صميلة، شوف ثلاثة ديال العناصر، شوف انا مع يكون مع نقدر نكون غلط، مي مع يكون مدافع اخر اللي تقدر تعتمد عليه بشكل كبير، سميلة وترى معار، يكسب تجربه، يكسب مباريات، يعرف سميلة وترى مالو العقد ديالو ماشي معار، لا يمشي معار، يمشي معار، كنقول يمشي معار، ياخذ تجربه، ياخذ ويرجع الموسم المقبل، يرجع
تكون الامور عندك ما تحتاجش انك الموسم المقبل تقلب على كتشوف خص مدافع اخر. كنشوف خص مدافع اخر. مدافع ماشي يجيبو تصبر عليه، مدافع يجيبو يكون واجد براي، يكونوا عندك ثلاثه غيدخل يلعب. يكونوا عندك ثلاثه مزيان، وتقدر تخلي تاسوما الى وتر، لان خص يكونوا عندك، خص يكونوا عندك اربعه، ولكن بقدوم الناهيري فتقدر تزعم من الناهيري في وسط الدفاع. الا كنتي محتاج ما نضمنش انك غادي يغيبوا لك جوج ديال اللاعبين في وسط الدفاع، ما كنضمنش وعندك مجموعه من اللاعبين اللي يقدروا يسدوا هذاك الخصاص. وي كنتمنوا الامور تمشي في الطريق الصحيح. بالنسبه كذلك فكانوا زوج ديال الصفقات يوم امس، الصفقه الاولى نبداو بها، الصفقه ديال محمد الناهيري، اللاعب السابق لفريق الوداد الرياضي، اللاعب السابق للعين السعودي، اللاعب السابق ل فريق الفتح الرياضي والدفاع الحسني الجليدي، ومن بين احسن الاظهره في البطوله الوطنيه خلال السنوات الماضيه. شوف بغينا ولا كرهنا الناهيري عنده الاسم ديالو، راك من التجربه ما يكفي انه باش يعطي الشيء الكثير للرجاء. مشى من الوداد انتقل للسعوديه وهو في اوج العطاء ديالو، كان لاعب رسمي في المنتخب، كان كيتنادى عليه المنتخب، لاعب هداف، مدافع هداف. نتمنوا انه هاد الفتره هذه اللي ريح، او هاد المده هذه اللي ريح، كنظن اكثر من 6 شهور، انها ما تكونش اثرت على المستوى ديالو. كنت شفته مؤخرا هذه واحد شهرين ولا 3 شهور، الحاله البدنيه ديالو يعني المورفولوجي ديالو ملي كتشوفوه فهو شاد الفورما، باقي في نفس الهيئه. لقيته كيدرب، تلاقيت معاه لقيته تيدرب، فالدري كيدرب بشكل مكثف، جوج الحصص في النهار بالاضافه للمباريات كيلعبها مع الاصدقاء ديالو، باش يبقى شاد الفورما على الاقل ملي يدخل ما يكونش بعيد واحد المده طويله على بينو بين اللاعبين، باش انه خصو يرجع لنفس المستوى ديالهم. فكنظن انه غينخرط بسرعه، كيعرف جميع اللاعبين، كيعرف الاجواء ديال الدار البيضاء. التصريح ديالو مؤخرا فهو عجبني، طلب الاعتذار، طلب هادشي كامل كيوقع. انا من الناس اللي كان وقع ليا مشكله خالد، انا من الناس اللي كان وقع ليا مشكل في مباراه من المباريات مع العين ضد الوصل. كانت الوصل واحد الموسمين وهي تتربح العين ذهب واياب، واحد الموسمين ولا ثلاثه العين ما ربحاتهاش. في الموسم اللي كنت التحقت به في العين، كنا فزنا عليهم في منين تلعب 3-1، كنت سجلت هدفين. من بعد ما كنا رابحين 2-1، وجات جا الهدف في الدقيقه 89 3-1. دونك ملي جا انا مشيت للكاميرا، توجهت للكاميرا وربي شهد عليا، ما قصدتش الجمهور ديال الوصل، ما تربيتش في الرجاء ندير بحال هكا، ما قصدتش الجمهور ديال الوصل. ملي درت الحركه ديال ذبحت، مي ملي درت بحال هكا انا زعما قتلنا الماتش. تمارك الهدف في الدقيقه 89، يعني الماتش تقتل. جابتها الوقت ودارت ووقعت في الوصل. والجمهور ما نساهاش هذيك، ما نساهاش، ما بغاونيش نجي للوصل. طلبت الاعتذار مرارا وتكرارا، ورغم ذلك ما بغاوش، قال لك لا وجهها لينا، وانا ما في نيتي ما كانتش ليهم، في النيه ديالي ما كانتش ليهم. راه بعض المرات الفرحه ديالك ولا رده الفعل ديالك تقدر تكون، لان الله يحسن العوان اللاعبين. انا من الناس اللي ما عجبنيش شحال من حاجه دارها، وقلتها ليه بصريح العباره ملي تلاقيت معاه، قلتها ليه وندم عليها في هذاك الوقت. وي غير ندم عليها في هذاك الوقت، وماشي ديالو اصلا، غير كانت رده فعل على واحد الغبن وشحال من حاجه كانت وهادشي ديال الاستفزازات وهادشي جانبي العمل. كلاشات جانبي العمل في كره القدم، راه ملي كتجي كتهضر على 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 وليد، راه وليد كلاش الوداد وكلاش الرجاء تعيا، هو لاعب دابا دابا مدرب ديال الوداد. هادشي جانبي العمل. دابا الناهيري طلب كنكمل لك بعدا، كاينه مع الوقت المباراه الاولى الثانيه الثالثه، الجمهور ديال الوصل بدا كيتعاطف وبديت نكسب المحبه ديالهم مع المباريات. هادشي اللي غيوقع ان شاء الله الناهيري، كاينه واحد الشريحه كبيره ديال الرجاويين فرحانين بقدوم ديال الناهيري، كيشوفوا منهم انا، كيشوفوا باللي راه غادي يعطي الاضافه للرجاء، وانا متاكد انه غادي يعطي الاضافه. لاعب بوليفالون، يلعب في اليمين، يلعب في اليسار، تقدر تلعبو حتى قدام المدافع، تقدر تدخلو وسط ميدان دفاعي كما تقدر تدخلو مدافع. يعني لاعب بوليفالون كيدير الحلول، كيساند مسانده هجوميه، هداف، كرات ثابته، مجموعه من الحويجات كيعرف يديرهم. نتمناو ان الشفره ديالو باش يكون في الفورما يلقاها
يلقاها لسعد الشابي. نتجاوزوا شوف ناهيري حاليا لاعب الفريق الرجائي لاعب رجاوي يعني نتجاوزوا الخلافات نتجاوزوا داكشي اللي كان اي واحد كيقدر يغلط. انت دركم كتغلط مع ولد دركم كاع انت غتكون غلطتي مع خوك غلطتي حتى الاعتذار ديالو الواحد ملي كيعترف بالغلط ديالو كيكبر وي من شيه من الرجال انك تعترف بالخطا ديالك صحيح صوفيا صفحه وتطوات وطويله مواقع التواصل الاجتماعي فعدد كبير من الجماهير ديال فريق الرجاء الرياضي فهي تفاعلت مع الاعتذار ديالو وبزاف ديال الجمهور ديال الرجاء قال حنا كنوقفوا مع اللاعب اللي كيحمل القميص ديال 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 الفريق وما تيهمناش هذاك الشيء اللي فات وكذا وكذا. هي كانت مؤاخذات على النهائي بخصوص هذوك الكلاشات اما الجانب التقني والجانب المهاري وكذلك العطاء ديالو مع الانديه ومع الفرق اللي لعب معاهم فاكيد ربما غتسبق هذه غتنفع فريق الرجاء. لا شوف هي غتنفع جوابا للصديق السيمو بس بستي لماذا تم التعاقد مع النهائي؟ انا قلت لك علاش لان الناهيري لاعب بوليفالون لاعب ماشي كيلعب غير في مركز واحد تيلعب في واحد ثلاثه ولا اربعه ديال المراكز تقدر تعتمد عليه اكيد انه يجيد ظهير ايمن ولا ظهير ايسر وانما تقدر تلعبه كجناح تقدر تلعبه كوسط ميدان في حاله ما كنتي محتاج لاعب يكون 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 في هذا المركز. هذا هو علاش تم التعاقد معه وكنظن انه راه غادي يعطي الاضافه في ظل نتسناو واش كاين شي انتدابات اخرى ان شاء الله. وي اكيد فالجماهير ديال فريق الرجاء الرياضي فهي كتطالب بمزيد من انتدابات لست الخصاص ونشوفوا الامور كيفاش غتمشي في الايام المقبله من الميركاتو الصيفي. نمشيو للصفقه الثانيه والتوقيع ديال مصطفى كويراتي اللاعب الغيني الدولي الغيني والنجم السابق ديال فريق تي بي مازيمبي الكونغولي. الصفقه اللي حتى هي مثيره للجدل ماشي مثيره للجدل مي غادي تبقى غتبقى تتسنى تشوف وي تشوف هذا اللاعب هذا شنو غادي يعطيه غادي يقدر يعطي للفريق حيتاش انت كان عندك في الهجوم جوج ديال العناصر اللي جوج ديال العناصر اللي كانت مهمه بزاف من احسن واجود العناصر اللي كاينه في افريقيا حاليا رحيمي ومارونغو يعني غيكون واحد العيب كبير على اللاعبين اللي غادي يكونوا في الهجوم احسن عوانه ومساكنه غادي يجي وغادا تتم المقارنه ديالهم تم مقارنه ديالهم بالرحيمي ومالونغو خصهم يكونوا في نفس المستوى ديال 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 الرحيمي ومالونغو وهذا شيء غادي يكون شيء نوعا ما غيكون صعيب على 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 هاد اللاعبين هادو غيكون صعيب على اللاعبين اللي غادي يجيو حنا نهضروا على اللاعبين اللي غادي بصفه عامه اللاعبين اللي غادي يجيو غيكون صعيب عليهم الحال. الارقام ديال كوياطي ما عرفناهاش بالضبط كيفاش دايره شحال سجل ديال الاهداف شحال ديال المباريات لعب مع 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 الرجاء حتى في التصريح ولا حتى في البلاغ اللي كيقول باللي راه تم التعاقد مع لاعب يعني تم التعاقد مع لاعب اللي هو ستاتيستيك ديالو شنو شحال لعب شحال سجل شحال هذا باش حتى الجمهور يطمئن شيئا ما يبقاش في الغموض. عقد لمده ثلاث سنوات سفيان وي دونك نعاودو ندورو نرجعو اخويا خالد نفس الهضره اللي كنا كنقولوها هو اننا غادي نتسناو ونشوفو ما يمكنش تحكم على هذا اللاعب دابا ما يمكنش تحكم عليه دابا خصوصا حنا ما كنشوفوش مازيمبي الا في شامبيونز ليغ ما تبعيناش اشنو لا هو مده ما لعبش اشنو باش كدير وحنا باقيين تنهضرو عليه هو مده ما لعبش وي الناهيري كنعرفوه الناهيري تنعرفوه الناهيري كلشي تيعرف الاسم ديالو فهو كيتحدث عليه كلشي تيعرف الناهيري وكلشي تيعرف القيمه ديالو كلشي غير نتسناو ان الناهيري يكون في نفس المستوى اللي حتى هو من خلال الكلام ديالو فباين عنده الرغبه الناهيري وي باين عنده رغبه انه يلعب في الفريق باين باغي يلعب باغي يعطي شي حاجه للفريق وهذا شيء ايجابي ما تنساش باللي حتى اللاعب
اللاعب ديال مازيمبي اللي جا، فهو راه كيما كان الحال، كيما كان الحال راه عارف راسو اللي جاي غادي يكون عنده درايه بالفريق اللي جاي فيه، غتكون عنده محادثه كانت قصيره مع 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 مالون. نكون في بلاصتو نعيط لمالونغو، وي نكون في بلاصتو نعيط لمالونغو. مالونغو جا ودار سميه ودار والجمهور كان باغيه وهذا ومشى، انا نكون في بلاصتو نعيط لمالونغو بحكم انه كان حتى هو لاعب سابق وهذا في مازيمبي، نعيط ليه ونسولو نسولو على على الفريق اللي راني غادي ليه كيفاش دايره الطقوس وهذا، حتى نكون على درايه بالبلاصه اللي راني اللي راني باش تادابتا باش تعاون باش تادابتا. اما الرجاء راه اكثر شهره واكثر قيمه من تي بي مازيم. بيان سور بيان سور، انا داكشي اللي قلت لك، قلت لك غير 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 باش تعاون راسك باش تادابتا. فوالا فوالا ميرسي، هادشي اللي بغيت نوصل. وي سفيان، كذلك كان تجديد ديال مجموعه من اللاعبين الشباب فريق الرجاء الرياضي، معاذ مشتانيم، كذلك فرح عبد الله لعلو دي اللي جاياك ان شاء الله يا ربي يكون كذلك. وي ان شاء الله كنتمناو التوفيق لجميع اللاعبين الشباب فريق الرجاء الرياضي، كذلك محمد نعيم فتم التجديد له، طه الاشبيلي وايوب شوبوت، فهادو مجموعه ديال الاسماء فريق الرجاء الرياضي. المستقبل اخويا خالد، المستقبل ديال 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 الفريق، المستقبل ديال الفريق. ربما الاداره والمكتب ديال الرجاء فهما فطنوا لهاد اللاعبين، وباللي كاينين فرق اخرى كتربص وفرق اخرى اللي باغات تضفر بالخدمات ديالهم، فتم تجديد لهاد العناصر هاد. اكيد وهذا الشيء ربما غيحفز حتى اللاعبين الشباب اللي الزملاء ديالهم يزيدوا الامان وكذلك يزيدوا يطوروا من نفسهم، يزيدوا يعرفوا بلي راه كاين اهتمام بهاد الفئه من اللاعبين، يعني حتى هما راه ضروري كيتضرب لهم الحساب. وي كيتضرب لهم الحساب السي سفيان. المهم ففريق الرجاء الرياضي سفيان اليوم غيتوجه لايطاليا ان شاء الله بحول الله، نتمنوا رحله موفقه للفريق. الحمد لله انهم غيمشيو بمورال مزيان، غيمشيو ب كيف ما تنقولوا معنويات مرتفعه. كاينين ما عرفناش اللاعبين اللي جاوا، ما نظنش واش انهم غادي يمشيو، ما نظنش ان اللاعبين الجداد واش غادي يمشيو مع الفريق، انهم خصهم يبقاو توسكي تيست ميديكال، توسكي مسائل اداريه ويبداو يترينيو يبداو التدريب ديالهم، لان اللاعبين غيكونوا سبقوهم من قبل. فاللي نتمناو رحله موفقه للفريق، يمشيو راهم ما غاديينش يلعبوا بسمياتهم، الله يجازيك بخير ويجازيهم بخير، راهم غاديين يلعبوا باسم ديال البلاد بالدرجه الاولى، يلعبوا باسم ديال الفريق اللي دائما في المحافل الكبيره كيكون كبير. فرصه من ذهب لهاد اللاعبين هادو يلعبوا في الاولمبيكو، ماشي ديما كتجيك هاد الفرصه، يلعبوا ويعطيو واحد الصوره طيبه لفريق الرجاء الرياضي، لان لما لا تكون هذه هي البدايه ديال ان يتم المنادات على الفريق مباريات من عند اكبر الفرق الاوروبيه. لما لا ان شاء الله بحول الله ان شاء الله. كذلك يجب استثمار هاد المباراه هذه، استثمارها فما هو ينفع الفريق ماديا كذلك. واما بالنسبه للجانب التقني فهي فرصه لسعد الشابي واللاعبين من اجل الاعداد لنهائي كاس محمد السادس للانديه الابطال اللي غيتجرى يوم 21 غشت الجاي. بطبيعه الحال وهذه فرصه للاعبين يعرفوا المستوى الاوروبي فين واصل. وي. يعرفوا المستوى الاوروبي فين واصل، فرصه للاعبين الشباب انهم يلعبوا في واحد الاجواء اخرى باش تزيد تحمسهم الى كان عندهم الطموح ديال يحترفوا في الدوريات الاوروبيه. هذه الفرصه وهذه البدايه منين يبداو. فرصه للاعبين ديال الرجاء يلعبوا قدام الجمهور الرجاوي، لان مده هذه ما لعبوش قدام جمهور استثناء المباراه النهائي ديال الكاف اللي ما كانش داك الحضور الكثير. دابا راه كاين اقبال كبير على التذاكر من الجاليه المغربيه اللي كاينه في اوروبا ككل. انا كاينين اصدقاء ديالي في فرنسا، راهم كل نهار تيسولوني فين كيتباعوا لي تيكي، كيفاش نقدروا ناخذوهم، كيفاش باغيين يتوجهوا يمشيو يتفرجوا. فرحانين الناس، فرحانه ان الرجاء جايه غيشوفوها، يعرفوا بلي راه كاينه مسانده، غتكون مسانده كبيره لهذ المباراه ان شاء الله. وي كذلك كاينه واحد القضيه اللي فريق الرجاء الرياضي ولا الجمهور ديالو، الجمهور ديال الرجاء الرياضي فهم كاملين غيباركوا
في الفيراج ديال لازيو غيتجمعوا تما غيتجمعوا ضروري لان كاين ذاك المدرج ديال لايس روما معروف به بحال المكانه معروفه به دابا لايس روما هما اللي مدخلين فيه وي لا والله لايس روما هما اللي مدخلين دونك غادي تكون في الجهه المقابله كنظن شوف كنظن انا الا كانت دخول مكتف وكان دخول كثير ديال ماشي الاقبال على التذاكر عدد التذاكر اللي غتكون مطروحه اكيد ان كون اكيد ان يطرحوا حتى 60000 غتتبع 60000 وي كون اكيد من هاد الناحيه ولكن على حسب التذاكر اللي غيطرحوا انا متاكد مليون في المئه وكل يقين كل يقين من هذا ان ذاك الفيراج غيولي تسمى الفيراج الرجاوي ما غيبقاش يتسمى ديال لازم مكانه تما غتولي الشعب الخضراء تما غادي يولي ان شاء الله بحول نتمنوا التوفيق وي كنتمنوا التوفيق للرجاء الرياضي ولجميع الفرق المغربيه ورحله سعيده للرجاء الرياضي وكنتمنوا ليه كل التوفيق وحظ موفق في القابل من الاستحقاقات وفي اولها نهائي كاس محمد السادس للانديه الابطال كنتمنوا اللقاء بيكون مغربي ان شاء الله فريق الرجاء ان شاء الله يكون رجاوي مغربي ومغرب كره القدم المغربيه علودي كنشكروك شكرا لك بخليد شكرا سي سمير كذلك كنوجه الشكر لسامي المخرج ديالنا اللي سهر على اخراج هذه الحلقه الصباحيه وانتم مشاهدينا فكنشكركم على حسن التتبع نتلاقاو معكم يوم غد في حلقه جديده ان شاء الله والى اللقاء